مولانا اسم الرب يا رب اسمع صلاتي الرب معكم لنصلي. اللهم يا من كان روحك يروح على وجه المياه لمد الخريطة فحملت النار بذلك الحين قوة التطليس. اللهم يا من أشرت إلى سر البلاد الثاني بطوفان الغارق فأصبح عنصر الماء هذا رمزا إلى نهاية الرذيلة وإلى بداية الفضيلة. اللهم يا من سرت بأبناء إبراهيم في البحر الأحمر على اليبس فكان الذين أنقذتهم من العبودية صورة سابقة لموكب المعتمدين. اللهم يا من اعتمدتهم على يد يوحنا في الأردن يوم مسح بروحك القدوس وفاض دما وماء من جلده وهو على الصليب وأمر تلاميذه بعد قيامته أن اذهبوا وذكروا جميعكما عبدوه باسم الآب والابن والروح القدس. انظر إلى وجه كنيستك واجعل ينبوع العماد يجري فيها لتحل يا رب فيك وفيك قوة الروح القدس فتبارك وتقدس هذه الأيقونة التي وضعناها هنا لتكون رمزا لسر موتنا وقيامتنا واتحادنا بمعموديتك. فنذكر يوم اعتمادنا واتجاهنا للكنيسة المقدسة ونعيش بحسب وصيات بالمسيح ربنا. جدد مواعيد معوديتنا بإعلان كفر الشيطان. أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله وبجميع أراضيله؟ أتكفرون بالخطيئة لتعيشوا في حرية أبناء الله؟ أتكفرون بمغريات الشر التي تستعبد بالخطيئة؟ أتكفرون بالاعتقادات الباطلة والسحر؟ إعلان الإيمان. أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ أتؤمنون بربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول تألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ أتؤمنون بالروح القدس بالكنيسة الكاثوليكية المقدسة بشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة.